مشروع ترانزيت الحرير الممتد من قارة أوروبا إلى قارة آسيا، والذي يعتبر مقطع العراق مشروع طريق الحضارات ممراً لعبور السعات الدولية، رؤية نفذتها شركة آي كيو بالتعاون مع وزارة الاتصالات الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية لتعزيز دور العراق في واقع الإنترنت ليكون مركزاً شبكياً للمنطقة والعالم ويصبح حلقة الوسط التي تربط القارات ببعضها. تحت هذه الأيام مؤتمر القمة العراقية للاتصالات، وطبعاً ذكرت فيه بعض المشاريع التكنولوجية والتحول الرقمي والبنى التحتية والاتصالات، إضافة إلى مشاركتنا في كجزء من هذا الحدث كراعي في هذا الحدث. ويعني شركة IQ Networks اللي هي الآن الشركة الرائدة في مجال الترانزيت اللي هو ربط السعات الدولية بين دول العالم، الذي سوف يربط الشرق الأوسط وآسيا مع أوروبا. نحن نسعى إلى تعزيز الإنترنت في العراق ووصوله إلى خدمة سريعة جدا من خلال الاعتماد على مصادر مختلفة للإنترنت، ونسعى إلى أن نصل إلى حلول لمعالجة جميع الإشكالات إضافة إلى ربط العالم ببعضه عبر العراق. طرحت الشركة رؤيتها في مؤتمر القمة للاتصالات، ولم يكن الدعم غائبا سواء على الصعيد الحكومي أو حتى المشاركين للنهوض باسم العراق وسط السوق الإلكتروني. هذه القمة اللي صارت اليوم شاركت بها الشركات الكبيرة اللي مهتمة بموضوع الترانزيت من الدول المجاورة، وأخذت معلومات أكثر ودخلنا باتفاقات إن شاء الله يعني تصب بمصلحة هذا المشروع، واللي هي بصراحة هو المصلحة مو فقط مادية بالنسبة للشركة وللشركة العامة للاتصالات، بإنما هو مشروع استراتيجي. شركاء العراق يعني العفو اللي راح يمررون الساعات من خلاله راح تهمهم مصلحة العراق بالاستثمارات وبالأمن. حاليا عندنا آخر مشروع عندنا يعني مستجد ويا وزارة الاتصالات هو مشروع الترانزيت طريق الحضارات، راح نقدم تطورنا وإنتاجنا الأخير ويا الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات العراقية الباقي الدول، إنه يكون رابط بين العراق وبين دول أوروبا ودول الخليج. شركة آي كيو نيتوركس هي المنفردة بمشروعها العالمي، والتي قدمت دعما للعراق وللقطاع الخاص ولشبكة الإنترنت من خلال طريق الحضارات الذي يفضل عند جميع الدول كونه قصير وآمن ويربط الخليج وجنوب غرب آسيا بأوروبا مروراً بتركيا.